هو اللعيب اللي هيثبت جدارته انه يبقى موجود في الفرقه يستفيد ويستغل الفرصه اللي هتجيله. تتعامل مع الموقف اللي انت فيه، ومرينا بالموضوع ده قبل كده كتير. المشكله بس في الاصابات اللي بتجيلك، ممكن اصابه تطول شويه مع لعيب مهم عندك في الفرقه. بس اللعيبه كلها جاهزه الحمد لله عندنا ومستعده ان هي تلعب، والتغييرات اللي الراجل بيعملها في الفرقه ده لمصلحه الفريق، لاستمراريه ان الفرقه تكسب والفرقه تفضل واقفه على رجليها يعني. اصابه باسم علي قويه كابتن وائل في العضله الخلفيه؟ اشتكى من الخلفيه. شد ولا حاجه قويه ولا ايه؟ الدكتور بقى بكره ان شاء الله هيبان، كريم هيكشف عليه بكره ان شاء الله ونشوف. التعادل النهارده النادي الاهلي، ونقدر نقول ابتعاده شويه عن المقدمه لغايه ما تلعبوا الاربع ماتشات، ده يزيد الضغط عليكم في الماتشات اللي جايه؟ الدوري طويل لسه كريم، ومفيش حد هيكسب الدوري او هيوصل للنهايه بمكسب كل الماتشات يعني. يعني اللعيبه طبعا زعلانه طبعا جدا من نقطتين ضاعوا، انما يعني لسه ان شاء الله الفرصه جايه، وفرقه دجله زي ما بقول لك فرقه محترمه، لازم نحط دي في اعتبارنا. كابتن حماده عامل فرقه كويسه، متماسكين، بيصعبوا المباريات على اي حد، ف الحمد لله يعني على التعادل. عندنا مباراه بعد 4 ايام، مش عايزين نقف عند ماتش دجله، زي ما بقول لك الموسم طويل لسه وفي ماتشات كتير جايه. بالظبط. بشكرك كابتن وائل، وبالتوفيق ان شاء الله في اللقاءات القادمه للنادي الاهلي. كابتن وائل جمعه طبعا مدير الكره واللاعب المميز جدا السابق في منتخب مصر. في تعليق على كلام الكابتن وائل، في حاجه هي حاجه فنيه ملهوش هو علاقه بيها، ممكن كثره اللاعبين تضر مش تفيد، بمعنى ان لو المدير